السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، الجمال ده تحفة بجد، ينفع لنادي الرحلات، لفطار، لعشاء، لأي مكان نزول سريع كده. حلو جدا. هنا عندي جلاش، وعندي صدق مقطعه كده صغير، وعندي بقى ده الخضار، عندي فلفل ألوان يعني أحمر وأصفر وأخضر وإنصص كده، وطماطم، وعندي مشروم وزيتون. طبعا عايزين نزود خضار، ممكن عايزين نقلل الحاجة احنا مش بنحبها من الخضار دي، عادي جدا. هنبدأ نقطع الفلفل بقى. احنا عملنا الجلاش بالطريقة دي قبل كده زي سندوتشات كده، بس مش بنفس خلطة التوريق. خلطة التوريق بقى النهاردة هنعمل خلطة كده فظيعة ندهن الجلاش بيها، هتبقى عاملة زي الفطير الشرقي اللي احنا بنجيبه من المحلات بالظبط، وهتخليه طري كده وتخليه مقرمش في نفس الوقت من بره وطري من جوه زي الفطير بالظبط. وكمان لفة الجلاش دي حلوة جدا وسهلة وحلوة سهلة بالنسبة للأطفال، يعني لما ياكلوها برا مثلا زي الساندوتش كده ومسك نفسه، وما يبقاش بقى صعب الأكل زي المربعات لما بنقطعه مربعات مثلا الجلاش أو الفطير زي الفطير الشرقي كده. لا، ده يعني محكم من كل النواحي وحلو جدا. هنا قطعت الخضار وبقطع المشروم كمان، هنقطع كله مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين، قطعته كده مكعبات صغيرة وبس. هنجيب بقى طاسة فيها دهنة سمنة خفيفة عشان الصدق، طبعا اي صدق بيكون فيه دهون، وهنشوح بقى الصدق كده على نار متوسطة، هنسيبه شوية كده لحد ما ينزل الدسم اللي فيه كله علشان ما ينزلش الدسم في الفطير وهو ني، وطبعا ممكن ما يستويش كويس، والسمنة اللي فيه او الدهون اللي فيه يعني اللي هينزلها هتبقى دسمة قوي على الجلاش، غير ان احنا هندهنه كمان بسمنة والدهون دي كمان ممكن تبوشه يعني. فهنا كده دي احسن طريقة. بصوا نزل بقى قد ايه، انا كنت حاطة مسحة كده بالفرشة بسيطة يعني معلقة صغيرة تقريبا. بصوا نزل قد ايه، هبدأ بقى اول ما استوى خلاص هبدأ اطلعه، وفي نفس السمنة بتاعته دي هنزل الخضار اشوحه برضو كده بملح وفلفل بسيط خالص، مش هنحط بهارات على الصدق لان هو اوريدي اصلا متملح ومتبهر وفي كل حاجه. كمان هنحط زيتون، فمش عايزين الدنيا تبقى حادقه بقى معانا يعني، فهنشوح كده الخضار بسيط خالص لحد يعني ما على نار واطيه لحد ما يبدا يدخل في التسويه معانا. هقلبه كويس وبعدين هغطيه كده واسيبه 10 دقايق بس على نار واطيه كده. دي بقى الخلطة السحرية، هحط معلقتين سمنة وكوباية زبادي. انا هنا مستعملة زبادي بلدي، بتكون كويسة ان هي ما فيهاش مواد حافظة وكده. وحطيت معلقة قشطة لبن، وهحط زي ربع كوباية او نص كوباية طبعا على حسب الكمية اللي معانا. لبن، يبقى سمنة وزبادي ولبن وقشطة. هنحاول بقى نخلط الكلام ده كله مع بعض، وهنحط لهم طبعا مكون اساسي برضو دلوقتي، ده السر بقى في التوريق برضو كله وبيخليه هش كده ومش مكتوم وبيبقى حلو جدا. البيكنج باودر، هنحط قد معلقة صغيرة بيكنج باودر، واول ما هنقلبه هنلاحظ بقى الفرق كده في يعني واحنا بنقلبه ان هو بيبدأ كأنه بيخمر، بيتقل كده وبيبقى كأنه زي الحاجة اللي بنسيبها بتخمر شوية. هنقلب بقى كده كويس، بعد كده هنبدأ بقى نشتغل على طول. هجيب لفة الجلاش، انا هنا هعمل كل ساندوتش هعمل 3 ورقات، فهندهن كل ورقة بقى بالخلطة التوريق دي عشان يبقى مورق كده من النص. وعلى فكرة نفس الشكل ده بالظبط بيتباع في محلات الفطير والبيتزا والكريب وكده، بيبقى زي الفطير والساندوتش في نفس بعض في نفس الوقت يعني له مسميات كتير. يعني مثلا عندنا محل بيبيعه اسمه فيتو تيتش او حاجة كده، يعني اللي هو فطير وساندوتش في بعض، بيبقى حلو ومحكم وسهل المسكة وسهل الاكل وحلو جدا للخروجات السريعة يعني. بس كده هقفله بقى من الجنب زي ما قفلته كده قدامكم، وبعدين كل ما هطبقه كل ما هحط برضو خلطة التوريق وبس كده. بصوا شكله بقى جميل ازاي، حلو قوي. هنا دي بقى انا عملت بطريقة تانية، اول ورقة تحت خالص خليتها هي المفرودة عشان انا حاطة اللفة كلها فوق بعض. بعد كده بين كل ورقة وورقة هدهن، يبقى كده التلاتة بصوا ماسكوا في بعض ازاي. وبعدين احط الحشو برضو،
كان عندي الحشو 95% مستوي يعني، او 100% كمان مستوي. هبدأ احط الزيتون كمان، وهحط بقى جبنة موزاريلا، وهقفل الجناب كده، وهدهن برضو الجناب اللي انا قفلتها عشان لما اطبقه كده يلزق كويس. بس ما نكترش ولا نبالغ في الخلطة دي واحنا بندهن علشان ما تبوش الجلاش يعني، نمسح كده بالفرشة مسحة خفيفة. هنا برضو هدهن الورقة الثالثة اول حاجة، بعدين هبدأ انزل الورقة التانية عليها، وبعدين هنزل اول ورقة عليها. كده بيمسكوا في بعض، بيبقى سهل ان انا استعملهم الثلاثة مع بعض كده. هحط الحشو بقى بتاعي، ممكن طبعا الحشو المتاح، ممكن نحط لحمة مفرومة، ممكن نحط فراخ، ممكن نحط بسطرمة، ممكن نعمل ميكس جبن عادي جدا، هتبقى تحفة على حسب ما احنا عايزين نحشي. وهنحشي بنفس الطريقة دي كده، وهنلفه، وهيبقى سهل خالص بقى بعد كده ان احنا نمسكه ونحطه في الطاسة، نمسكه ونحطه في الفرن، يعني خلاص محكم بقى وماسك نفسه ومش بيتفك خالص يعني، ما تلاقوش. بصوا الخلطة، بصوا يعني، وانا بحط الشوكة فيها كانت الاول سايلة، دلوقتي بقت تقيلة يعني، اخف من الزبادي بشوية كده. بصوا هنحط برضو الحشو، وهنحط الجبنة الموزاريلا والزيتون، وهنقفل بنفس الطريقة. هنا ممكن ندخلهم الفرن بعد ما نخلص خالص، ممكن ندهن طبعا صاج كده بالسمنة او الزيت، وندهن وش برضو وش الجلاش وندخله الفرن. بس هنا انا عملته بالجريل احسن واسرع. بصوا هنا عملوا لي ما شاء الله يعني، دول خمسة تقريبا، وعملوا لي واحد تاني كان لوحده كده اهو، فبيعمل كمية كويسة وما شاء الله الواحد يعني حجمه كويس وبيشبع جدا. هنا في طاسة بقى فيها زيت وسمنة مع بعض، بقيت احط كده واقفل الجريل 5 دقايق يعني، اقل من 5 دقايق كان استوى كله يعني. بصوا اول ما يحمر من ناحية نقلبه من الناحية التانية على طول، يعني اخد تقريبا 3 4 دقايق واستوى كله بالشكل اللي احنا شايفينه التحفة ده. وهنوقفه برضو الناحية التانية كده علشان يتحمر بقى ومن فوق ومن تحت وكله، عشان كده الجناب هتبقى الجلاش ني، فلازم برضو نسويه من كل النواحي. بصوا بقى المنظر تحفة ما شاء الله، بصوا شبه الفطير بالظبط، ومن جوه مستوي، ومش قادرة اوصف لكم الريحة والطعم وبجد رهيب يعني، بجد اتمنى تجربوها يعجبكم جدا، ومش هتشتروا الحاجات دي من بره تاني ابدا. وهنا عملت 2 تانيين برضو، سامعين؟ تحفة تحفة يعني، بجد يستاهل التجربة. اي حد عنده جلاش يعني اتمنى ان هو يجرب الوصفة دي، هتعجبه جدا ان شاء الله. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.